وبأول فقرات صباحنا غير لليوم، قد ايه اليوم نشوف لقطات حلوة على مواقع التواصل الاجتماعي لأطفال كتير بنحب بنقول كتير طالعين كيوت وعفويين، يعني قد ايه هدول القصص كتير بتشوفيهم سلمى؟ أكيد أكيد، ويمكن المميز رشا دائما لما بنتصفح الإنترنت صور الصور المميزة، صور الأطفال أو حتى أي لقطة بتلاقيها حلوة بتوقفي وبتصفني بتقولي قد ايه حلوة، قد ايه تعبان اللي لاقت هاي اللقطة. صحيح. لحتى تطلع بهالجمالية. وقد ايه اليوم الطفل يلي بيكون حديث الولادة قد ايه صعب اليوم أنت تضبطيه وتقعدي تاخدي له لقطات من صحيح. هون تاخدي له بوزات، يعني شفت كثير أطفال عاملين بوزات نظامية ولا كأنه حدا هنن كبير يعني. صح. فاليوم رح نحكي عن هذا العالم اللي هو فني وإبداعي وكتير لازم يكون صاحبه عنده هذا البعد النظر بالإبداع. اليوم ضيفتنا لليوم هي نغم شنار وهي مصورة فوتوغرافية وأيضا صيدلانية. بدي أقول لك يسعد لي صباحك يا نغم. سعد صباحكم يا رب. كيفك؟ والله الحمد لله. أضحى مبارك. كل عام وانتم بخير ان شاء الله، ينعاد عليكم بخير والصحه. ينعاد عليك يا نغم. خلينا نبلش مع حضرتك ونحكي شوي، يعني من الصيدله للتصوير في فرق كتير طبعا كبير. ما لها علاقه ببعض. تماما. خلينا نقول اذا قلنا الصيدله هي الدراسه الاكاديميه تماما. والشغل، فبنقول التصوير هو الهوايه تماما. يمكن تماما. نحكي كيف بلشت معك القصه. كيف بلشت القصه؟ اول شيء انا من صغري عندي ميول فنيه، بحب الرسم، بحب عندي شغف بالرسم البورتريه، عندي شغف بالديكور بالفن. بعد ما كبرت نجحت بالبكالوريا، اهلي حبوا يهدوني كاميرا، هون قررت انه هيك انه استخدم هالكاميرا لنمي هوايتي. طبعا درست بالفتره درست صيدله وكنت عم نمي هوايتي طورها. الكاميرا كنت باي جمعات باي مناسبات، اعياد ميلاد، حفلات بين جمعات رفقاتي، مباركه، يعني دائما كنت استغل كل شيء مناسبات وجمعات اني انا كنت استلم التصوير. حلو. فبعدين زوجت واجاني اول طفل، ثاني طفل، صار عندي طفلين بهالفتره، كنت عم استغل لحظه تطورات اولاد، يعني دائما كنت اطلن كل المراحل كلها. فبعدين يعني خطر ببالي انه انا ليش ما اعمل لهم ديكور مميز وطلعهم لاولادي فيه، وبالفعل كان اسهل ثيم الواحد ممكن يعمله هو ثيم الشيف. فحطيت لهم طواقي شيف، جهزت لهم ديكور المطبخ اللي هو الخضره، الطنجره، الادوات المطبخ يعني، وصورتهم. وهون بعثت لرفقاتي ولاهلي وقلت لشوف شو رده فعلهم، بالفعل كان رده فعلهم انه كثير حلوين الصور وشجعوني كثير. فقلت لحالي ليش ما اعمل ثيم ثاني؟ كان بوقت رمضان وقررت اني اعمل لهم ثيم رمضان. هون لبستهم ثوب ابيض وعملت له حطيت لهم هلال ومسبحه وسجاده صلاه وصورتهم. هون كمان بعتهم لرفقاتي واهلي، كمان لقيت رده فعل كثير حلوه منهم وتشجعت اكثر، قلت انا لازم انه بلش بالخطوه وطور شغفي وحبي للتصوير، وجبت كاميرا احترافيه وجبت عدد اضاءه وجبت الديكور وبلشت باول شيء باولادي وبعدين باولاد رفقاتي، وهيك طورت موهبتي اولاد الحاره. هو اكثر شيء مهم اليوم المحيط، يعني المحيط هو بيكون الداعم، هو احيانا بيكون بيعطيكي شيء سلبي بترجعي بتقولي انا ما بقى بدي. فاليوم مثل ما خبرتينا نغم انه محيطك كثير ساعدك. خلينا نحكي اليوم عن الاطفال حديثي الولاده. هلا حنستعرض صور حلوين كثير اكيد للاطفال هدول لحالهم قصه. أيوة. يعني شو ما تصرفوا بتلاقي انه انت قدراني تاخدي لقطات، ولكن احيانا الطفل بيعذب، يعني ما كثير بتجاوب اصلا، هو ما كثير حاسس شو عم تقولي يعني. تماما. فاليوم كيف تتعاملي مع هدول الاعمار؟ الاعمار الصغيره هن الحديثي ولاده، اول شيء بتعامل معهم بقمه الحرص، قمه الانتباه، بالصبر، طولة البال، اهم شيء طولة البال، يعني ما بتزبط اللقطه الا لما يكون انه انا بالي طويل على الطفل، لانه الطفل حديثي ولاده مثل ما قلتي حضرتك انه ما يعني ما فيك تحاكيه، يعني ما بيستجيب، فهو اهم شيء انه طولة البال. نحن رح نشوف الصور لحال هون، خليكي معنا هلا رح نستعرضهم، صاروا معنا على الهواء، تفضلي كملي حديثك. فهن اهم شيء انا بتعامل معهم مثل ما قلت لك بحنيه، كمان مثل اطفالي مثل اولادي بتعامل معهم بانتباه، طول بالي كثير، لانه الطفل خلال الجلسه التصوير ما نوعيان بضل عم يبكي ما، يعني دائما احنا بنحاول انه نهدي، يعني انه نحاول نهدي الام، كما الام بتتوتر لما بتشوف انه طفلها ما عم يستجيب. اهم شيء انه انا بحسس الام انه هي خليكي مرتاحه، انه انت بترتاحي طفلك بيرتاح. قد ايه مده الجلسه عم بتكون نغام؟ الاطفال الحديثي الولاده حديثي الولاده عم تتراوح تقريبا بين الساعتين لاربع ساعات. واو.
بتاخذ وقت طويل تفاصيل ايه. كثير ايه. طب هلا مثل ما نحن عم نشوف مع حضرتك ومع المشاهدين بعض الصور، خلينا نحكي اكثر عن التفاصيل. اليوم اي حدا بيحب انه يصور اولاده مثل ما بيقولوا الشهر 3 شهور 8 شهور 10 شهور بالترتيب، وتبلش صرنا نشوف افكار كثير، في ناس تحب تصور مع الخضار، في ناس صارت تخترع افكار. هل انت بتقترحي عليهم للي بيحبوا يتصوروا ولا هن بيجوكي بافكار معينه؟ كيف بيتم اختيار الجلسه؟ تمام، هلا الافكار متنوعه، مصادرها مختلف، فيكي تكوني تقولي افكار اللي هي الاجتماعيه بحياتنا، مثلا مناسبات عيد الاضحى، رمضان، الكريسماس، دول مناسبات موجوده الاهل بيرغبوها كثير. افكار ثانيه ممكن الواحد يستمدها من المهن، مهنه الاطفائي، مهنه الشيف، مهنه رائد الفضاء، دول كلهم يعني كمان الاهل بيرغبوها يشوفوا طفلهم هو بهالمهنه هي. حلو. افكار ثانيه هن ممكن يقترحوها لهن اللي هي تبع اللي فيها شوي هيك طفولي، اللي هي مثل الحوريه، حوريه البنوتات، القبطان، هدول يعني القصص المايله للطفوله اكثر. فهنا ممكن انا افكار استمدها من المحيط، ممكن الاهل يقترحوا وانا اعدل عليه. تمام. نغم، من خلال عملك ومن خلال جلسات التصوير اللي عم تشتغليها، مرق مواقف كانت مواقف مضحكه، كانت احيانا مواقف مفاجئه، احيانا بشوف الطفل بيعمل تصرف بفاجئ المحيط انه هو بعمر يعني ما بيستوجب هذا التصرف، انه خلينا هيك نحكي عن المواقف اللي مرقت خلال جلسات التصوير. المواقف كثيره، يعني مثلا طفل ممكن يعمل حركات هيك مثل ما قلتي حضرتك انه بتضحكنا، مثلا بصير الطفله يعني مثلا البنوتات اكثر شيء بصيروا يعني بيرقصوا خلال الجلسه هون، احنا كثير بنستمتع وقت يعني الطفله تستجيب معنا بالطريقه، تطلع صورها كثير كثير مميزه وقت يعني هيك يعملوا حركات. واهم شيء الطفل يكون يعني مرتاح، طالما هو مرتاح رح تكون الصور كثير مميزه له. اكيد. وبينام وقت اللي بدك اياه يفيق بينام، اكيد صارت معك القصه. بيعذب هي اللي صارت. طيب خلينا رشا معك ومع المشاهدين اكيد نروح لنشوف مقتطفات من شغل ضيفتنا ونرجع لنكمل حديثنا. نعم، شوفك لقطات من شغلك، قد ايه بتستمتع بهي القصة؟ كثير والله، كثير كثير، يعني انا هذا التصوير هو شغف وحب، يعني كثير بستمتع وانا عم بشتغله كثير. شو سلمى، جربتي هيك شيء نهار تاخذي، انت بتحبي التصوير؟ يعني انا بحب التصوير كثير، كل اللي بيعرف انه انا بحب التصوير. بس القصة شو بدها انه تدر لي تدريب يعني، فانت اكيد ما بعرف اذا بيوم من الايام ممكن انت تاخذي نفس خطة نغم. هلا فكرت كثير يعني اني اعمل شيء خاص، بس مو للاطفال، يعني بشكل عام، يعني ممكن يكون للاشخاص، للمناظر الطبيعيه، او شيء بيرتبط بشغلنا، يعني ممكن يفيدنا بشغلنا. اعمل دورات على التصوير والمونتاج، وبحس انه الشخص اللي بفوت بمجال التصوير خلص بيبهره هذا الموضوع. خلينا نحكي شوي عن، بعيدا عن تصوير الأطفال، عن حياتك الخاصة. يعني اليوم أكيد أنت بتصوري مثل ما قلتي العائلة، بتصوري الناس، بتلقط عينك تفاصيل. خلينا نحكي إذا بتكوني بمناسبة أو بمكان معين، شو أكثر شيء بيلفتك لحتى أنت تصوري غير الأطفال؟ تمام، أكثر شيء بيلفتني هو الديكور، يعني طالما يعني بس بدي يكون الديكور يعني مميز، يعني انا بحس انه خلص هون لازم الشخص يوقف، هون بدي القط له اللقطه. فعلا الديكور هو اللي بيعطي يعني جمال للصوره، يعني هو بيضيف لمسه للصوره اضافه للشخص الموجود، وخاصه بالنسبه للكبار يعني. اما بالنسبه للاطفال بحس الطفل هو شخصيه الصوره، هو اللي بيميز الصوره.
طيب نغم، روح شي للشي الثاني، صيدلة تصوير. يعني أي حدا عم يشوفنا بده يستغرب الفكرة، وهي كتير عادية طبيعية، يعني كل حدا عنده هواية تانية غير شغله، غير شغله النظامي. يعني عم تنسقي بيناتهم؟ ايه الحمد لله. يعني ايه، يعني انا عم درس بجامعه، ف مدرسه كمان بكليه الصيدله، ومنسقه اموري انه انا ايام الايام درس فيها خاصه ما بستقبل فيها، بينما بقيه الايام بعطي مواعيد للامهات. جربتي تعملي جلسه تصوير مع طلابك؟ لسه لا، هو اكثر شيء انا ميولي للاطفال. بس ممكن، ليش لا بالمستقبل. باب رزق هي لك اليوم نغام تسويقيا، يعني انه عم تقدري مثلا تكون لك تامني يعني مصروف منها وهي. اي والله الحمد لله. يعني اي حدا اليوم حابب يشتغل هاي القصه انه هي تعتبر انه رزق. تماما، قومي سلمى. يلا هلا بعد الحلقه تكرمي رشا. طيب خلينا نسال شوي تفاصيل ثانيه اليوم بمجال هذا العمل. أغلب الصبايا أو حتى الشباب اللي اشتغلوا وعملوا مشاريع صغيرة لألون، كانت مواقع التواصل الاجتماعي هي المنصة اللي انطلقوا منها. نحكي عن أنت بلشتي كمان بصفحة ولا لا؟ تمام، أنا أول شيء بلشت عملت صفحة على الفيسبوك وعلى الإنستغرام، وبلشت أسوق لصفحتي. بالبداية أول شيء كنت أنا أصور مثل ما قلت حضرتك، إنه قلت لك إنه بأولادي أعمل ثيمات، إنه ورجيهم للناس الثيمات الموجودة، أولاد رفقاتي. بعدين لما صرت نزل الصور على الصفحة، الناس صارت تتواصل، تحب الثيمات وتحب تشوف أطفال بهدول الثيمات، وهيك تطورت القصة على الفيسبوك. أفكار لصور شهرية للأهل، يعني أنت اليوم دائما بتلاقي بتبتكري شيء جديد أو بتغرب أو بترجعي للقديم أو بتحاولي يعني تعملي شيء جديد، شيء يخلي الناس او الاهالي يحبوا اليوم انه طفلي انا اليوم كثير حابه يصوروا بهذا الديكور وبهذا الكادر. يعني شو عندك افكار اليوم نغام؟ هلا الافكار متنوعه. فينا نقول مثلا هلا احنا بعيد الاضحى، انا عملت ديكور لعيد الاضحى. وين ساويتي؟ عندي بالبيت. حلو حلو. ما عندك استوديو؟ لا، هو انا مجهزه عندي غرفه بالبيت مثل استوديو تصوير، يعني عملتها هي كاستوديو تصوير، معدات وكل شيء، معدات وكل شيء، اضاءه وديكور وكل شيء. كل شيء. برافو برافو عليكي. ايه شو خبرينا شو سويتي ديكورات؟ افكار اول شيء انا ممكن اقترح على الاهل، انه مثلا شو رايكم نعمل هالفكره؟ ممكن الاهل يقولوا لا بدني اعدل هيك، يعني نحن انا بتعاون مع الام بالفكره اللي بدها اياها هي، بنفس الوقت نضيف عليها لمسات بحيث تعطي الصوره جماليه اكثر. فافكار اول شيء من المناسبات الموجوده، او مثلا هي مثل ما قلت انا انه مهن مثلا مهنه القبطان، مهنه الشيف، مهنه رائد الفضاء. فهون انا الافكار هن بحبوا يشوفوا اطفال بالمهن، يعني يشوفوا مثلا هو شيف هو رائد فضاء. صحيح. فهي الافكار انا بحاول استمدها من المحيط، يعني من المناسبات الاجتماعيه ومحيطنا. حلو. طيب رشا، يعني حكينا عن كثير تفاصيل معك، خلينا كمان نتعرف اكثر على يمكن اكثر عمر بتحسي انه هذا العمر بيتجاوب او الصور بتطلع مناسبه له. يمكن الاطفال الصغار كثير بالعمر ما كثير بيبين عليهم التفاصيل او بيتجاوبوا مع جلسه التصوير، اكثر عمر بيساعدك بالتصوير؟ اكثر عمر فينا نقول فوق السنه. فوق السنة. فوق السنة. أصغر من هيك لا، صعب كتير بتجاوب. فوق من السنة وطلوع هو أكثر عمر ممكن أنا نحن حاكيه يطلع علينا يضحك، يعمل له حركات، يعني يفرض ضحك. أي يعني هون اللي بتعطي الجمال للصورة، عفوية الطفل بحركته وضحكته. يمكن ما بعرف، انا بلاقي بعمر اقل من السنه بتكون صورة عفويه اكثر، يعني بتلاقي بيعمل حركات غير مدروسه لانه بس بتطلع كثير حلوه. ايه تماما. يعني انا بشوف صور لاطفال بعمر الاشهر، يعني تمام، عندهم حركات كانه قاصدينا. يعني صح. اليوم نغم، خلينا نحكي اي حدا اليوم مثلا من الامهات اللي عم يشوفونا حابين انه يتواصلوا معك، حابين انه يكون عندهم جلسه لاطفالهم، كيف يتواصلوا معك؟ عندك صفحه على الفيس؟ ايه تمام، الصفحه على الفيس اسمها اذا بحبوا يتواصلوا معي سويت ميموريز فوتوغرافي، او على الانستغرام سويت دوت ميموريز دوت فوتوغرافي 89. في الصور؟ سويت ميموريز فوتوغرافي. طيب نغم، والاسعار؟ تعالي يلا نشوف اليوم يعني بهالزمان. الاسعار يتواصلوا معي على الخاص. ما لا اكيد ما حنحكي سعر يعني. بس ولكن كونه ما في استوديو، ما عندك هذا الاجار، دائما بتحججوا انه نحن عندنا اجارات محلات وعندنا كهرباء ومي وضرائب والى اخره، فعم يرفعوا الاسعار. لا لا انا اسعار، فانت هدول كلهم ما في اسعار. ايه اسعاري لا مدروسه، بحيث انه انا يعني الام ما بتطلع عندي الا هي انه خلص دافعه هي الرقم اللي هي مرتاحه. يعني انا يعني ما يعني ما بلبك الام تحس حالها انه هي مزعوجه الرقم اللي حاطته. بالعكس، حتى هن لما عم بدفعوا هن مبسوطين، الصور اللي طلعوا يعني مثل ما بدهم واكثر. الحمد لله. اهم شيء الحمد لله. اي والله.
حلو. طيب نغم، خلينا قبل ما نختم حديثنا معك نحكي شوية تفاصيل. اليوم لوين حابة توصلي بهي الهواية؟ حابة انه هي مو بس تحولت لمصدر رزق، كمان حابة تطوري نفسك اكثر، تخرجي فقط ولا رح تضلي باطار الاطفال؟ وانا اول شيء حابة اطور حالي اكثر بهذا المجال، وانا يعني صرت بلشة انه انا اصور الحوامل وبعد الولادة، فبس بهذا المجال هو الأمومة والأطفال كثير عندي شغف فيهم وحابة أتطور فيه أكثر وأكثر، وعم طور حالي ممكن ندخل بعد نطاق الفيديو أكثر. يعني هلأ أنت بس صور ممكن تصيري تعملي فيديوهات مخصوص لكل جلسة لوحدة؟ ممكن إيه، بعمل مقتطفات، يعني عاملة فيديوهات مقتطفات خلال جلسة التصوير اللي عم صورها كواليس. أيوة تماما، وغير الكواليس كمان عم بعمل برومو خلال جلسة التصوير للطفل، وممكن أعمل هيك فيديوهات قصيرة بس ما مو طويلة يعني. طيب دغم، ما بتفكري يكون لك مشروعك الخاص الخارجي، خارج المنزل، تفتحي استوديو، تطلعي جلسات خارجيه صبايا وشباب، ما بتفكري بهاي الخطوه؟ لا يعني انا اطفال يعني عندك بنوتين انت؟ عندي صبيين الله كثير شغفي. قديش اياء؟ كثير عادي فضفتي عادي ما في مشكله. شغفي كثير الاطفال، انا بحب كثير الاطفال، يعني انا يعني هيك عندي شغف. مرق شي صور لاولادك نحن عم نستعرضهم؟ الفيديو اللي انعرض هدول اولادك. الله يخليك، الله يخليلك اياهم. طيب نغم، قبل ما نختم شو بتحبي توجهي رساله اليوم لكل صبيه، خليني اقول لكل سيده؟ يمكن الظروف اللي نحن فيها هلا صعبه، بس نحن بنعرف انه السيدات خلاقات، عندهم دائما قدره على الابداع والتفكير. مثل ما انت بلشتي هيك مشروع صغير، فكره بسيطه، ممكن كثير سيدات يستلهموا منك. شو بتحبي توجهي رساله لكل اللي عم تابعنا؟ بحب اوجه انه اذا عندهم رغبه او شغف او عندهم هوايه يعني هن بحبوها، طوروها، لا تنتظروا. اي مشروع بده وقت ليتطور، فانتوا اشتغلوا على حالكم وطوروا حالكم، وقد ما طولت بالنهايه رح توصلوا. اليوم نغم، اسعار الكاميرات والعده والاجهزه كيف يعني؟ انت كونك كثير ما كثير وعده الاضاءه كمان، يعني هن فعلا يعني كله غالي. بتعرفي انت مأمنه هاي العده عندك؟ ايه عندي. وعندك ديكورات بقلب الغرفه ممكن تغيري فيها معلقة صور للأطفال اللي أنت اشتغلتي معهم؟ احكي. إيه عندي معلقة ومعلقة صور، وعندي ديكور، وعندي يعني أنا عندي مثل أبداً يعني غرفة استوديو نظامي، ولكن داخل المنزل. نتمنى أشوفه خارجياً يا نغم، نتمنى اليوم بيوم الأيام نزورك بهذا الاستوديو أو هيك ناخذ صور تذكارية عندك. أهلا وسهلا، شكراً لحضورك ولا جمالك وهدول الأطفال الحلوين. تسلمي لي يا رب. أهلا وسهلا، شكراً لك يا نغم، شكراً لك.